هنلاقي على طول ان في صيغه بيكتبها المصري القديم وهي صيغه تمني. هنقراها مع بعض. دي يعني يعطي، عنخ يعني الحياه، جت يعني الاستقرار، واز يعني القوه، سنب اللي هي حرف السين النون الب، سنب يعني معافي. هنلاقي مي را هنا، مي وراها را، بس احنا نطقناها في الاول لان برضو هنا حصل التقديم. بعد كده جت اللي هي الابديه، نقراها مع بعض. دي عن جت، واز سنب بيرا جت، فليعطي الحياه، الاستقرار، القوه، العافيه، مثل الشمس الابديه.